مبروك العيد يا ستما، لاباس دانا؟ صحت لاباس، اتمنى تم كل شيء بخير وعلى خير. او العيد نكلتهم زرمت نيت غير لقد تمارة. الحمد لله. السلام عليكم البنات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ بخير، عيدكم مبروك، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله. سلام كبيداتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى يا ربي تكونوا بألف صحه وسلامه. صراحه اشتقيت لكم الحديث معكم، كيف ما كتشتاق الارض لقطرات المطر، كيف ما كيشتاق الورد للقطر قطر النادى. توحشتكم، توحشت الحديث معكم والحديث مع خوتنا متعه. انس استئناس، كنستأنس بكم، شدني عليكم انني ما كنلقاش الوقت باش نصور ملي رجعت للمحل مره اخرى، يعني من بعد ما الوالده الحمد لله تشافات. الحمد لله والشكر لله. رجعت وليت كان يعني تقاسمت معكم في بعض الاحيان فاش كنمشي نتقضى. بغيت نتكلم لكم على هاد الاخت كلثوم اللي لقات عليكم التحيه، وتا انا كنلقي عليها التحيه، وكان نقول لها حاجه اثرت فيا. علاش غندير انا لا فيديو؟ غندخل لا فيديو ديالها وغادي نطاقيها باش تحس بان راه ماشي كتكلم كتقول لك الغربه، وانتوما كتعيشوا في المغرب في بلادكم، يعني ما كتعيشوش الغربه حبيبتي. رحنا ولو في بلادنا، راه حتى واحد ما جالس في الارض ديالو ديال جدوده، كل شيء الحمد لله كيسعى في ارض الله سبحانه وتعالى في اي مكان، سواء داخل بلاده ولا خارج بلاده ولا ارضه ولا كل واحد، وفين قسم لي الله سبحانه وتعالى ياكل القوت ديالو. وانا راه كنعتبرك انسانه مكافحه بحال جميع المغربيات، وتحيه لجميع المغاربه خوتنا والمغربيات خواتاتنا اللي داخل المغرب وخارج المغرب، اللي خوتنا العرب بصفه عامه اللي كيكافحوا وكيناضلوا باش تستمر الحياه. انتي كنعتبرك انا فتاه مغربيه حره، لانك رغم الصغر ديال السن ديالك كتناضلي على قبل الوالده ديالك الله يخليها ليك. وانا هاد الاخت كلثوم مغربيه في فرنسا، تعاملت معها في الواتساب، يعني ماشي غير متابعه ديالها عبر اليوتيوب، ولو انني انقطعت واحد المده اللي تشغلت فيها في التجاره كيف ما العاده فاش كنكون كنرجع كاين كراحت وقالت لي بحال واخا يا كراحتي باخ خليني كراحت وقالت انا اش غنقول لكم. اللي كي تعذب على قبل الوالدين راه غادي نقولوا هذاك جهاد، غنعتبروه جهاد في سبيل الله، لان كلشي كيهون على قبل الوالدين. واختي كلثوم حبيبتي بنتي، نعتبرك اي حاجه، المهم اختي الصغيره ما عندكش علاش تحزني، ما عندكش علاش تبكي، لانني شفت لا فيديو اثر فيا بصراحه وبكيت وكتبت لك، ولكن قلت من الاحسن ندير ان فيديو وتكون هذه بدايه رجوعي لليوتيوب القناه، لانني انقطعت مده طويله. وراني قلت لكم الاسباب في الاول، سبب انقطاعي هو العوده للتجاره، ويعني وكندخل تيك توك مره ماشي دائما، يعني ماشي مواظبه بزاف. بعد من الكليانات ديالي اللي متبعتني في القناه وكنلقى لهم التحيه الله يحفظهم الله يخليهم لينا، طلبوا مني قالوا لي راه حنا دائما كنبقاو نتصادروا الجديد ديالك، علاش ما كتصوري والو؟ خاصك تدوي لينا على المجال اللي كتزاولي، تكلمي لينا على الكوزميتيك، لان دائما من اول ما بديت يعني ملي خرجت من العمل وبديت كنزاول المهنه ديال البائعه، كنصح الزبونات، كنقول لهم مثلا نسولهم على النوعيه ديال البشره شنو يستعملوا، يعني كنجتهد وصافي، ماشي تخصص ديالي انني دايره دراسه، ولكن من بعد الحمد لله درت فورماسيون يعني تكوين مع دكتور، ومن بعد غادي نتكلم لكم على هادشي كله ان شاء الله الا بغى الله سبحانه وتعالى، غنتكلم على هادشي. ولكن دابا
غير قلت لكم نزولا عند طلب الاخوات انا رجعت ان شاء الله، نرجع للقناه ديالي نعود نحيا من جديد باذن الله. وغادي بغيت نقول رسالتي للاخت كلثوم مغربيه في فرنسا، كنشكروك وتبارك الله عليك، وفين ما مشيتي كتدينا معاك وكنعيشوا معاك الاحداث انت وجميع الاخوات، سواء المغربيات في تركيا او مغربيات في المانيا في فرنسا في اي بلد، راه كنعيشوا معاكم بقلوبنا وكندعيو معاكم، وراكم شرف المغرب بلادكم الام. وبالنسبه لهذيك القضيه ديال الزياره، حتى حبيبتي راه حتى حنا ولو في بلادنا راه خوتنا ما جاوش عندنا في العيد، راه حتى الام ديالهم راه ما جاوش لعندها، بلا ما يبقى في كل حال راه كلشي مفتون مع هاد الحياه وكلشي مشغول. هادشي اللي بغيت نقول لك، خليتك على خير، وجميع اللي كيتابعوني قناه عائشه فلوغ راه فاتحه قلبها لكم، كنحبكم في الله وكنحماق عليكم، ومن بعد غادي نتكلم لكم اشياء كثير حتى من الاحلام ديالي، الحلم يعني ماشي احلام اللي كنحلمو، ولكن الحلم اللي كنشوفو، الرؤيه اللي كنشوفو في المنام، كلشي غنتكلم لكم عليه كيف ما وعدتكم في بدايه القناه. ومازال يعني باذن الله السميع العليم للحديث بقيه. سخيت بكم، مع السلامه.